تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ مرحبا بكم. إذن يا أطفال مرحبا بكم في حصة مع عمو يزيد، حصتكم المفضلة. أنتم كذلك يا أطفال اللي راكم تشاهدوا فينا، إلا حبيتوا تجوا تفرحوا معنا كما الأطفال المحاضرين معنا هنا، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت على موقع الإنترنت عمويزيد.com وتسجلوا بهذه الطريقة للحضور معنا. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. شيء بسيط فقط، لما تسجلوا لازم شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة والأطفال كلهم حابين يجوا يحضروا مع عمو يزيد تاني يحبهم وراو حب كامل يستضيفهم، إذن شوية صبر وراح عمو يزيد يستضيفكم. يا أطفال اليوم عدنا يوم مهم مهم جدا، شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للطفولة؟ وقتاش عيد الطفولة؟ تعال تعال، واسمك وليدي؟ العمارة وائل. وين تسكن وائل؟ في الكاليتوس. في الكاليتوس. وقتاش عيد الطفولة؟ 1 جوان. أول جوان هو عيد الطفولة، ولكن كاين يوم مهم جدا هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. هو يوم مهم وين كامل الدول وقعت في الأمم المتحدة على اتفاقية اللي يتكلموا فيها على احترام حقوق الطفل. تعرفوه وقتاش؟ هو يوم 20 نوفمبر. 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. شكون يقدر يقول لي ما هي حقوق الطفل؟ ما هي حقوق الطفل؟ تعالي تعالي تعالي، واسمك بنتي؟ اسمي مروة. وين تسكني مروة؟ في مفتاح من البريدة. ماذا؟ مفتاح. مفتاح ولاية البريدة يعني؟ نعم. برافو برافو، جيتي مع جمعية كف اليتيم؟ نعم. الله يبارك، إذا نرحبوا كامل بجمعية كف اليتيم مكتب مفتاح، لأنه جمعية كف اليتيم في الجزائر تقوم بدور جبار جبار كبير في الاعتناء بالأيتام، أما اليتيمة فلا تقهر يا أخي. إذن قولي لي حق من حقوق الطفل؟ حق من حقوق الطفل اللعب. اللعب، حق اللعب، برافو برافو. تعالي بنتي تعالي، واسمك؟ زينب سايح. زينب سايح، وش هو حق الطفل؟ أن يلعب وأن يلعب. اللعب قاعد تحب ولا تعالي، واسمك بنتي؟ جواد ويسام. ويسام، وين تسكني ويسام؟ في مفتاح. في مفتاح تاني، وش هو حق الدراسة؟ الدراسة، حق التعلم، برافو برافو بنتي. تعالي تعالي تعالي، محمدي نور الهدى. نور الهدى، وين تسكن نور الهدى؟ برج الكيفان. برج الكيفان، وش هو حق من حقوق الطفل؟ حفظ القرآن. حفظ القرآن، هذا واجب على من ضمننا، يعني حق من حقوق الطفل. تعال أروح تعال، واسمك؟ العربي خالد. خالد، وين تسكن خالد؟ في مفتاح. في مفتاح، وش هو حق من حقوق الطفل؟ العلاج. العلاج، برافو برافو برافو، حقه في العلاج. تعال تعال، ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة، حقه في الرياضة. يا أطفال من بعد كان مفاجأة دارها عمو يزيد بهذه المناسبة، على بالكم عمو يزيد يحب بزاف الأطفال يا أخي، ولكن قبل هذا الشيء راح نطرح عليكم لغز اليوم. تحبوا الألغاز؟ إذن شيء لا جسم فيه ولا دم وإذا تكلمت تكلم معك، من هو؟ نعاود، شيء لا جسم فيه ولا دم إذا تكلمت تكلم معك. يا أخي معليش، على بالي أنتم شاطرين بزاف، هكذاك باش أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا معنا في الجواب على اللغز بهذه الطريقة.
الرياضه والشاطر يعطينا الحل. انت كذلك جاوب واربح عن طريق الانترنت مع اجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هديه قيمه مهدات من طرف شركه اجل، 15 سنه في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصه الماضيه يظهر اسفل الشاشه. مبروك عليك الهديه. إذن يا أطفال فكروا إلى غاية نهاية الحصة في الجواب على اللغز. يا أخي اليوم بما أننا دائما في إطار الاحتفالات بالذكرى 60 لمؤتمر الصمام والذكرى 62 لاندلاع ثورة التحرير، كلفنا أيمن باش يدير لنا بحث عن شخصية مرموقة في الكفاح هو أحمد فرانسيس. إذن رحبوا معي كامل بأيمن. أيمن تفضل. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. اليوم جئت نحكي لكم على حياة أحمد فرانسيس. ولد أحمد فرانسيس بمدينة غليزان عام 1912. تابع تعليمه بفرنسا، أين تحصل على دكتورة في الطب من جامعة باريس. عاد إلى الجزائر وباشر مهنته بمدينة سطيف عام 1942. باشر أحمد فرانسيس نضاله السياسي وهو طالب بكلية الطب الفرنسية رفقة نخبة من الشباب مهتمين ببحوث سياسية المتعلقة بقضية الجزائرية. في عام 1946 ساهم أحمد فرانسيس في تأسيس حزب احتلال ديمقراطي للتبيان الجزائري. عين مدوبا للحزب لدى مجلس جزائري، أين واصل نشاطه السياسي حتى اندلاع الثورة التحريرية. التحق أحمد فرانسيس بصفوف الثورة في عام 1956 بعد مؤتمر صومام. عين عضوا إضافيا في مجلس وطني للثورة الجزائرية. قام بعد جولات إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية خدمة لقضية الجزائرية، والتقى خلالها بعض الشخصيات السياسية. أصبح وزيرا للمالية في التشكيلة الأولى والثانية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة فرحات العباس. شارك في مفاوضات إفيان، وبعد استقلال عين نائب بمجلس التأسيس الأول ووزيرا للمال في 27 سبتمبر 1962. توفي في 31 أغسطس 1968 في جنيف بعد معاناة طويلة مع المرض. شكرا 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 أيمن. شكرا شكرا شكرا. يا أطفال تحبوا ألعاب الخفاء؟ يلا إذا نعيطوا كامل لعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية. تفضل عمو سليم في ألعاب الخفاء. تفضل. We'll be right back.
برافو برافو برافو. يا أطفال، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، عمو يزيد دالكم أغنية، وهذه الأغنية هذه تتغنى بحقوق الطفل، ولكن ما حبيتش نغني الأغنية قبل ما نجيب أطفال يتكلمونا عن حقوقهم. إذن تفضلوا تفضلوا يا أطفال، تفضل. تصفيقة 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 تصفيقة. أنا اسمي عبد الرحمن، عمري 11 عاما، أبي لا يعمل وأنا أبيع في الطرقات وأمسح السيارات لأحصل على النقود. أنا لا أذهب إلى المدرسة، أتمنى أن أدرس وأتعلم كغيري من الأطفال وأنفع أهلي وبلدي. أليس من حق الطفل أن يتعلم؟ شكرا شكرا شكرا. أنا اسمي سلاف وعمري 12 عاما، أنا أعاني من فشل كلوي وعلاجي مكلف وأسرتي فقيرة، أتمنى أن أشفى من هذا المرض وأصبح طبيبة وأعالج كل الأطفال المصابين بهذا المرض. أليس من حق الأطفال أن يتمتعوا بالصحة؟ برافو برافو. شكرا 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 شكرا. أنا اسمي ياسمين، عمري 9 أعوام، أنا أشاهد برنامج الأطفال في التلفاز وأبكي كلما شاهدت الأطفال يلعبون الألعاب الشيقة ويمرحون في الغابات والشواطئ، وأنا محرومة من اللعب لأن قوات الاحتلال دمرت وطني. أليس من حق الأطفال أن يلعبوا؟ برافو 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 برافو. أنا اسمي نور الهدى وعمري 15 عام، اعتقلتني قوات الاحتلال وأنا في عمري 10 سنوات، قضيت 5 سنوات في السجن تحت التعذيب النفسي والجسدي. أليس من حق الأطفال أن يعيشوا بحرية وأمان؟ برافو 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 برافو. أنا رايح مع أصدقائي اللي راهم هنا، راح نغني لكم أغنية من حق الطفولة اللي يقول فيها عمو يزيد: من حق الطفولة صحة علم حب وحنان. يلا تغنوا كامل معايا. من حق الطفولة صحة علم حب وأمان. أمان أمان. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. واجب نقبيه نتكفل ليعيش في عز وهناء، لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفاء. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.
الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب ونحميه من كل داء. لا نرضى أن يستعبد وله الحق في الغذاء ليبقى سليم الجسد ونعامله بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. برافو 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 برافو. شكرا شكرا لكم الصحة. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. شكرا شكرا شكرا. عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ إذن من حق الطفولة صحة علم حب وحنان. يا أخي عندكم الواجبات الثانية يا أطفال، كاين الحقوق وكاين الواجبات. الواجبات هما طاعة الوالدين، المثابرة في الدراسة، احترام الغير. يا أخي فوالا، واش رأيكم دركا؟ تحبوا الحكايات؟ يلا عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية شيخ. يلا يا أطفال، كما وعدتكم قبل نحكي لكم حكاية الدجاجة والثعلب الماكر. واحد النهار في الغابة كان الثعلب مع زوجته، ما عندهمش باش يتعشاو، ما عندهم ما اصطادوا والو هذاك النهار، لا هي ولا هو، وقعدت تقول له لازم ناكلوا لازم ناكلوا لازم ناكلوا. قال لها واش نديروا واش ناكلوا، ما عندي ما اصطدت والو ما عندي ما ندير. قالت له بصح عندنا جارتنا الدجاجة وكانت تروح تصطادها وتجيبها لنا ناكلوها. قال لها بصح هذيك جارتنا. قالت له معليش انا ما نحوش نفهم، انا هذيك لازم لازم ناكلوها وانا جيعانين ما مجرتنا ناكلوها. راح هو بالخدع نتاعو وتعلب ماكر وكامل، شاف الدجاجه غير دارت هكذا، خباها هكذا، غطاها بواحد الكيس بشكاره هكذا وغلق عليها، وراح قعد جايبها هكذا. هي ثقيله هذيك الدجاجه ثقيله، تعب، لما تعب قال انا نرتاح شويه ومن بعد نكمل الطريق. بعد هو كيرتاح هكذا الدجاجه شافت روحها محطوطه في الارض هكذا، بدات بالمخالب نتاعها بالاظافر نتاعها بدات تقطع في هذاك الكيس هذاك. هو رقد هذاك الثعلب، عطى لها الوقت قطع الكيس. واش دير؟ لما قطعت الكيس هذاك راحت جابت له حجره كبيره، حجره كبيره قد الوزن نتاعها، حطتها له في الكيس هذاك وهربت. ولما فطن هو روح انا ناخذ هذه الدجاجه باش ناكلوها اليوم انا والزوجه نتاعي. راح دا هذاك الكيس جاه ثقيل، ولكن قال هذه دجاجه سمينه راح نشبعوا اليوم. راح كي لحق عند الزوجه تاعو حط هذاك الكيس وقالها يلا يلا سخني القدره، سخني القدره مليح باش نرموا هذه الدجاجه لداخل ونتعشوا بها اليوم. قعدت تسخن تسخن في هذيك القدره، كي سخنت بزاف هكذا حكموا هذاك الكيس فتحوه ورموا الحجره لداخل. كي رموا الحجره هذيك لداخل فاض عليهم الماء كامل، طرشهم كامل الماء هذاك، حرقهم كامل كامل، تحرقوا بهذاك الماء هذاك اللي كان في القدره. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلصوا من هذه الحكايه لا يجيب ايذاء الاخرين، الايذاء يرتدي الى صاحبه. برافو 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 بوبي. اذا يا اطفال لا يجيب ايذاء الناس. يا اخي شفتوا هذه كانت جارته وحب يأذيها، احنا ما لازمش نأذيو ايا كان اي شخص. يا اخي اطفال لا
ما نأذيوش الناس. يا أطفال لحقنا درك الركن اللي نحبو بزاف، هو الركن اللي تجيو لعندي هنا تحكوا لي النكت ديالكم. شكون عنده نكتة جميلة؟ تعالي 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 بنتي، اقعدي حكمي الميكرو. واسمك؟ ليديا. ليديا، وين تسكني ليديا؟ في النعجة. أي نعجة؟ احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد المرأة كل يوم تنوض وليدها تقول له روح طبع مع باباك الطونوبيل، هو كل يوم راح يكون يطبع. ومن بعد هيا هرب من الدار، كرم من الدار راح تما القنجرة قالت له يا وليدي عاود رجع للدار، واش راك باباك باتري. هرب من تطبع تاع الطونوبيل. برافو، تعال تعال اروح اروح، تعال اقعد اقعد وليدي. واسمك؟ محمد. وين تسكن محمد؟ نسيت داركم؟ وين تسكن؟ تخاف من القنينة؟ ما تخافش. وين تسكن؟ معليش احكي لنا النكتة تاعك. ماما ايتي فلوغ متواصل كيفي تال جتام ام فوكو فاسيولي مو الافوني. برافو 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 برافو. شكون عنده نكتة؟ شكون عنده نكتة؟ شكون عنده نكتة؟ تعالي 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 قادي. واسمك؟ خولة. وين تسكني خولة؟ برج الكيفان. برج الكيفان، احكي لنا النكتة تاعك. ماما ايتاني فلور موا جو سي بيان كما مامو ميم دو تو سون كور. ماما ايتاني فلور موا جو سي بيان كما مامو ميم. ماما ايتاني فلور، ماما ايتاني فلور، ماما ايتني فلور فيلا. ماما معليش كي تفكريها روحي. برافو معليش معليش. شكون اللي عنده نكته؟ تعال 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 اقعد. واسمك؟ نمارة. وائل. وائل قولي وائل، واش هي النكته تاعك؟ كان واحد يحس روحه كبش، راح عند طبيب نفساني قال له بلي راني نحس روحي كبش، قال له من وقتها وانت بهذا المرض؟ قال له ملي كنت خروف. برافو 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 برافو. يا اطفال الحقنا درك للجواب عن اللغز. اللغز قال شيء لا جسم فيه ولا دم واذا تكلمت تكلم معك، من هو؟ ثم ثاني اصدقائنا ان شاء الله تكونوا سبتوا الجواب. تعالي بنتي تعالي تعالي. واسمك؟ سيح زينب. زينب وين تسكني؟ في فوكا ولايه تيبازا. الله يبارك. واش هو الجواب؟ الهاتف. الهاتف؟ لا لا ماشي الهاتف ماشي الهاتف. واش هو الجواب؟ ايات داس. الدار؟ لا طنوبيل. طنوبيل؟ لا لا ماشي طنوبيل. تعالي واسمك؟ نور الهدى. وين تسكني؟ في فرع مفتاح. في مفتاح. واش هو الجواب؟ الخيال. ماشي الخيال. تعالي تعالي تعالي. واسمك؟ دوادي وسام. وسام. واش هو الجواب؟ ببغاء. لا 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 عندك الجواب. واش هو؟ انسان. الانسان؟ لا لا ماشي الانسان ماشي الانسان. تعالى تعالى. واش هو الجواب وين؟ الصدى. الصدى فوالا. اروح اروح. تعالى 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 ابقى معي ابقى معي. اذا لا جسم فيه ولا دم اذا تكلمت تكلم معك، هو الصدى لكو. اذا اعطيني الهديه تاع وائل. فوالا وائل عمو يزيد يهدي لك هديه. حنا كاع الشاطرين في البرنامج نهدوهم هديه، هي قبعه مع عمو يزيد تحميك من اشعه الشمس الضاره، وكذلك سيدي سيدي من حق الطفولة فيه 22 أغنية يفيدك إن شاء الله في حياتك. تفضل وائل. شكرا. العفو العفو ليدي العفو العفو. إذن الحقنا دركا الركن عيد الميلاد. عيد الميلاد اليوم عندنا عيد ميلاد أصل إسلام وآدم. إذن هما راح يلتحقوا بيا نغنوا لهم كامل عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الجاتو ديالهم. يلا
عيد ميلادك أحلى عيد، ربي اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شالله يرضي لك يا سنة وتعيش أيامها أفراح، شالله يا ربي لك يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهر امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن 4 3 2 1 يلا طفيونا الشمعة، طفيونا الشمعة. برافو 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 برافو. إذن عمو يزيد دائما يهديكم في ظرف جميل هكذا شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد باش تحتفظوا بها كذكرى. يا أخي هذه شهادة إسلام، تفضل إسلام، هاك اسلام فوالا، وهذه شهاده تاع ادم. وانتم دركا كي تجوا خارجين كامل تسيبوا الشهادات كاع ينتظروا فيكم باش تاخذوهم معكم كذكرى. يا اخي برافو. وانا ما بقى لي الا نقول لكم على هذه الانغام، استنونا في الاسبوع المقبل على نفس التوقيت في نفس القناه. نحبكم يا اطفال، باي باي. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.